اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن،
ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا.
اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره
وتوزعت الأرزاق بفضله. اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد.
اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون
اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله،
اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بفضله، اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا نفتقر بعده أبدا. اللهم يا من إليه راجعون اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين.